انا واش راك لاباس؟ على سلامتك على سلامتك. مرحبا بكم مرحبا بكم في السوق تاعنا. هيا شوف شوف اسمع عمك واش اسمك؟ الله جمال كفيف. هيا جمال الكفيف. عمرك 40 سنه. الله 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 40 سنه. عندك وليدات عندك كلش. سقم سقم قلت 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 نروح من نروح من. هذا هو التاج نتاعنا، يعني حاب يقول باللي نتايا راك ملك تاع السوق. الله احنا نقولوا باللي المشتري راهو ملك. تفضل اعطي له درك ادخل اشري حوس كاش واحد يقلقك قول. تفضل تفضل. أيوة بسم الله. تفضل اي ركب 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 بالواحد. اي ركب 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 عبد الحكيم. صافي عمرك عبد الحميد. بيبورو ركب معاه. اي 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 اي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا. سوي لي بيافوني شي بوشغي بختا. بارك الله فيك. كيسمك الله؟ سي جمال. سي جمال مرحبا بك سي جمال. سي جمال اسمك دليل على كل شيء. تفضل يا سي جمال تفضل. مرحبا بك. كي راهي العائله؟ الحمد لله. الوالده؟ الحمد لله. الحمد لله يا سي جمال. شنو يخص اخويا؟ الكيلو ورطه الكوتلات. الكيلو ورطه الكوتلات. مين يخصك؟ كوتي غوش كوتي دغوات؟ مجيت القلب مجيت الريا؟ قول لي خويا شنو يخصك؟ مجيت القلب. مجيت القلب ما كاش مشكل. شنو ثاني باغي تدي؟ وشويه كبده. شويه كبده. الكبده كي راك باغي تطيبها في الدار مشرمله مقليه بلا صوص؟ مشرمله. كيلو ورطه الكوتلات. كيلو كبده قطع حاله خاطش باغي يديرها مشرمله. خوف ما تبطاش. 30 سكون. مرحبا بك يا سي جمال مرحبا بك. تفضل اكتب. واش نكتب؟ اكتب للحاج الاخضر الاستقبال كان رائع. وسني تحته سي جمال. الموسيقى نزيد لها ولا نقص لها؟ لا خلي برك. مرحبا 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 سي جمال مرحبا بك مرحبا بك. يلا طولت سيدي طولت عليك. خلاص خلاص انا وجدت. والله والله ما تجي انت ترفد وتخلص ما تخممش حتى يدك الا قد تكون اليز ما يخصك والو. انا نخلص انا نخلص. يعطيك الصحة سي جمال. سعادتك هي راحتي. وينك غادي دروك؟ عند الخدار. عند الخدار ما تخممش كاع غادي يوصلك حتى للخدار. شوف سي جمال هذه السيرتيفيكا غارونتي تاع 3 جور. او سي جامي تاكل اللحم تاعي تمرض في الليل كوشمار ما ترقدش غايه ليستوما ضرك. مرحبا بك 15 يوم عندي تدي اللحم باطل. يعطيك الصحه. وانا من اليوم حاجه لي نحتاجها نجي عند بختها. مرحبا بك سي جمال مرحبا بك. تفضل تبقى على خير. تفضل تود اسمو بشويه عليك بشويه عليك. هدي 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 هدي. يسوت لك غير السعاده وليدي. شان نقول لك انا وليت مدلوله انا وليت مدلوله ونستقبل كيما هاك. انا بخت البوشغي ندليت وليت ندليك اليوم كيما هاك. خويا العزيز هذا قضيانك وهذا الصرف تاعك وهذه سوفونير من عندنا بزيد جي. مرحبا بك خويا. لا راسي لا راسي. مرحبا بك مرحبا بك. اهلا 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 جربي جربي اهلا اهلا حتى اهلا يا سيدي. زارتنا بركه. مرحبا بك يا سيدي. اعطيني كيلو طرشي. نعطي له من شي طرشي منين تحبيه؟ كيلو طماطيش. قولي لي طرشي منين؟ لا لا منا. هذه مليحه؟ يشبين اعطيني شويه وليدي. وهذو مليحين؟ نديروا لميمتي شويه طرشي. زيدي الحاجه لوبيا شويه لوبيا طماطيش لوبيا مفصل حاجه طيب على الفار. صح هذه اللوبيا. زيدي طماطيش ميمتي. طماطيش طماطيش تاع مرقا ولا تاع سلاطه؟ لا تاع سلاطه. هذه تاع سلاطه الحاجه. ها تاع ميمتي. ومرحبا بك راكي على رسالنا ان شاء الله. وقت ما تحبي اهلا بك الحاجه. ها تفضلي يا ميمتي. ها القضيان تاعك يما. هاو وبلاكر ما تروحيش. هذه فقوشه من عندنا تكسري بها الصيام ان شاء الله. بارك الله فيك. تروحي دوري دوري كي تعودي مروحه تجي تخلصي. روحي يا ميمتي. الله يعاونك. الله يسهل الله يسهل. مرحبا 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 بالشيء اللي عطاه الله. اهلا اهلا البركه. قرب اهلا. واش راك لاباس؟ نحط لك كرسي ولا فرش لك ولا؟ بارك الله فيك. الله يسلمك ربي يحفظك ان شاء الله. واش نمد لك يا بابا؟ بطاطا. شويه بطاطا.
قول لي ديرها فريت ولا بيري ولا لي شيبس. اعطيني بطاطا فريت. بطاطا فريت كيما هذه؟ اه لا 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 نبدلوها كيما هذه. اه لا نبدلوها كيما هذه. هذه مليحه. هذه دوك ندير لك جوج كيلو منها. زيد واش نمد لك هذا؟ دنيا شويه طوماطيس وخيار كاش لاك. دوك قضيانك اكل تلقاه واجد حاضر. شو رايح ولا مروح؟ لا راني دورتك شمال شويه الزيتون شويه. شوف الهاج تروح تشري تقضي تجي تلقى قضيانك ان شاء الله واجد وانا نوصلو لك حتى للطوموبيل. الله يسلمك. واش هو؟ عندي واحد الوريقه هكذا تمضيها لي. واش سماك الله؟ عبد الله. ايوا سي عبد الله. سي عبد الله راه مكتوب فيها انا الممضي اسفلها. سي عبد الله اشهد بان سي عمر تاجر مخبر ما يهجر لا صغار لا كبار. عمره لا درح في العبار ولا سرق دينار. هاد هذه تسنيها لي نمدها للحاج الاخضر. هتفضل يا بابا هتفضل. هاك سني لي هنا تحت. بارك الله فيك يرحم والديك. حاجه واحده اخرى يا بابا قبل ما تروح. هنا يا الشاري مالك وحنا المالك نكرموه ونحبوه يا سيدي. اهلا بك ومرحبا بك في اي وقت. قولوا خلاص. هاي عندنا ثاني كارطة تاع غارانتي الحاج. هاي نمدها لك. تدي القضيان وتروح للدار. يومين ثلاثة ما طابش. بعيد شركش ما وجعتك كرشك. تعاود تولي. نبدل لك القضيان ونزيدو نسلكوك. أهلا بك الحاج تفضل. أخا ولا ما صرات الكارونتي علاش ما نباتش لك الحاج؟ لا 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 الحاج. مرحبا بك يا بابا مرحبا بك. اهلا بك راكم على رسالنا ان شاء الله. روح تكمل تقضي روح راه كاين خضره كاين كلش. مرحبا بك الحاج. الله يسلمك يرحم والديك. كون جيتني البارح يا الحاج لو كان سمعت الهضره المصوبه. هذا ديجا انا اللي سالو 40000. اليوم وليت انا هو الملك انا جاي من لور. معليش يا معليش. فوز فريد. عسلام الحاج. طيب يا الحاج ولا غير هي كاع امور مليحه. ما عندهم ريكلاماسيون. هذاك اليوم تاعك كيفاش ريكلام يا الحاج؟ هذا يوميا عندي الحاج. شفت راه معاه الخير عمل الحاج. شوف فريد انا مضاري ندير لك البن على كل حال. تعطيني البن ما شاء الله بزاف خاطر لما. بصح البارح انا جيت من الخدمه عيان تكيت شويه في الدار بعت لك الطفل. نعم. شوف واش عطيت له. عطيت له الماء ماهوش البن هذا. شوف الماء هذا ولا جو يا الحاج. لا لا خاطر كاع سبحان الله العظيم. البن راه تحت كون ما عرفتوش برك تلفت لي برك. بس كون الحاج عندي برومي شوا ودوزيام شوا وتروزيام شوا يكون كي كان لا ديستيناسيون دا تخلط له مع الدوزيام شوا ولا دوا فوريير هذا كنسيتو. مي تصلح على كل حال الحاج. ما كي ما عرفتوش بعث له هذا البن. ماشي ما عرفتوش هو كي دا كي مشى يكون تخلط له ولا تروزيام شوا. تبيع بالمعرفه على حسب. لا لا الحاج انا نبيع برومي شوا. انا البقره تاعي هولنديه ماشي طايوانيه الحاج باش نتفاهموا مليح. انا راني داير لك ليون راك تشوف فيه وشنو هو كلش. كي يسحق حاجة تبدلها ما لازمش تخدعو ما لازمش تبيع له حاجة مغشوشة وزيد تبيع بالمعرفة. يا فريد هذه صارت غلطة مال الحاجة نصحح الغلطة تاعي نستعرض بها. عمي الحاج صح هذه هاك شد هكذا وهادو زوج من عندي والكوتكوتة الصغيرة لبن هاك يا بابا. شكرا. صحة فطورك عمي الحاج واسمح لنا. معليش اسمح. تفضل. صحة فطورك صحة فطورك صحة فطورك على ربي بسلام. يا مشيت خاطر براني بيت حيل سني يا حبيبي. ها درني ليها خير عليكم. اش راك دير القنطة؟ شوف سبحان الله يا الحاج خارج من الدار قعدت نقول اودي شاني شري نلقى هذا البرميل مقيوس عند الزوبيا. قلت انا اليوم السوق تمنيت ارفح. رفدت البرميل دخلت هنايا والحمد لله توجو بلاصتي تعرفني الحاج. هي رفت 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 راهي عند الديليغاسيون راهي جايه. عرفت قدور دوك ماشي انا نقعد الناس تجي تشوف السوق يقولوا يشوفوا بتيه هنايا. وانت شكون راه يشري عليك البتيه هذه في رمضان ربي عايش؟ الحاج في رمضان على بالك الناس مي تكون صايمه يشروا كل شيء ما يخلوا قروع شيفون حديد نحاس الخضره ما يخلوا والو الحاج. اش ما راك في بالك واحد اسمه يغلبوا رمضان لدرجه قصوى يعقوب يشري بتيه مصديه هكذا. لا تصلح لوالو لا للماء لا للابوتي لا دير فيها الورد لا والو. هذه البتيه لقيتها تبيع فيها كذا راك تبيع فيها؟ نبيع فيها 9000 على الحاج رخيصة. مدلو مدلو اعطيلو دي فيها 15000 وروح طيش هيا. لا 10000 نعطيلو انا. اعطيلو 15000 اعطيلو 15000 قدو راهي نوط نوط. ساعة ندي 15 الحاج ونزيد نبيعها غير ب 4000. ارفد ارفد قدو ارفد ارفد ارفدها صاي يا ماري. دوك نعطيك اعطيها له درك وين درك تعطيلو مدها له درك. ما كسر مدلو مدلو راه 5000
روح برك انا صرف والله نجيبها لك والله ليش جبتها هيا روح هديها طيشها ارجع بيبو لدو الخرده تاعو ارجع بيبو ارفد له الخرده تاعو هذيك ارفد اي طيشها امشي